Hello everyone, welcome to the fourth episode of our new course Jolly Phonics with Noha. اهلا بيكم في الحلقة الرابعة من الصوتيات. طبعا النهاردة بننهي المجموعة الاولى في Jolly Phonics. المرة اللي فاتت خدنا صوت، تعالوا كده نراجعوا مع بعض. طبعا كان صوت ايه؟ الصوت ده طبعا رمزنا له والاكشن بتاعه كان زي ما بنعمل كده على الويسكرز بتاعت الايه، بتاعت الفار، الشنبات بتاعت الفار او الويسكرز بتاعت القطة. بنجيب ايدينا كده ونمشي بيها من اول الانف لغاية اما نخلص الايه، الشنب بتاع الفار، ودي بتكون رمز الايه، ايه. طبعا انا ممكن الاكشن ده لو مش مناسب انا ممكن اعلمهم اي حاجة تانية بكلمة تانية معينة، زي مثلا اجيب ازازة حبر تبقى معايا او اعمل كأني بدلق الحبر عشان يفتكروا القصة واقول ايه، انك. تمام، تعالوا نفتكر كده كلمتين من الكلمات اللي خدناهم على الصوت بتاعنا. كان عندنا insects، insects، insect يعني حشرة، زي ما احنا شايفين picture one، الصورة الاولى فيها مجموعة من الحشرات. كمان عندنا ايه، انك، ايه، انك، زي ما احنا ملاحظين الصوت بتاعنا فيه كسرة شوية صغيرة كده، فيبقى عندي insects وعندي ink. مش لازم يكون الصوت بتاعنا في بداية الكلمة، ممكن يكون في نص الكلمة او في الاخر، المهم ان انا اقدر اتعرف عليه بسهولة. تعالوا بقى نكمل the last two sounds in group one اللي هما p p p، صوت ال p وصوت ال اللي هو الصوت اللي بيطلع من الايه، من الانف. تعالوا كده نتعرف على الصوتين دول ونسمعهم بشكل اوضح. حاسين بالصوت بتاعنا؟ طبعا بنبقى عاملين زي ما يكون قدامنا كده كاندل، كاني قدامي شمعه وبحاول اطفيها فبقول. تعالوا نشوف الصوت الاخير. تعالوا بقى نتعلم بعض الكلمات اللي هتساعدنا نستخدم these two sounds، الصوتين دول. أول صوت عندي هو صوت ال ب ب ب. عندي كلمة pie، pie، pie اللي هي إيه؟ اللي إحنا شايفينها في الصورة الأولى، فطيرة. وعندي كمان parrot، parrot، parrot اللي هو البغبغان. يبقى عندي pie and parrot، pie and parrot. اوكي، طيب ايه بقى الستوري بتاعت الساوند بتاعنا دوت؟ تعالوا كده نشوف مع بعض القصة كانت بتقول ايه. الستوري بتاعت الساوند بتاعنا بتقول a boy is having a birthday party، he opens his presents and plays some party games. يعني كان في ولد في حفلة عيد ميلاده وعمال يفتح في الايه، في الهدايا بتاعته وبيلعب بعض الايه، الالعاب. Then he puffs out the candles on his cake. بدأ يطفي الشمع اللي موجود على التورتايه. They are trick candles. عارفين الشمع يا ولاد اللي بيبقى فيه كده ايه، نوع من الايه، من الخدعة، بتطفيه يرجع يعمل ايه، relight again. في شمع كده تريكي ممكن ايه بعد ما بنطفيه بيرجع ايه، يولع تاني. They are trick candles and keep relighting. Everyone tries to puff out the candles. Everyone tries to puff out the candles. كلهم حاولوا ان هم يطفوا الشمع الايه، الخادع دوت. بدأوا يقولوا وده الصوت بتاعنا. طيب احنا ايه الاكشن اللي هنعمله واحنا بنقول الساوند؟ هنحاول نحط صابعنا زي ما انتوا شايفين في الصورة وهنحاول نعمل كأننا بنعمل ايه، puff out the trick candle. هنحاول نعمل ان احنا بن ايه، بنطفي الشمعة الايه، الخادعة ديت اللي عمالة تقيد وتطفي، فنقول اوكي. كده احنا عرفنا الساوند، عرفنا الستوري، يبقى فاضل نعرف السونج اللي بتقول لي نفس القصة. تعالوا نسمعها كده مع بعض. الأغنية بتقول puff out the candles on the pink pig cake. Pink pig cake يعني ايه؟ يعني بنطفي الشمع اللي موجود على الكيك اللي لونها بينك وعلى شكل خنزير. هنطفيها ازاي؟ بنقول ب ب ب ب ب ب. تمام كده؟
هي دي ملخص قصتنا وملخص السونج بتاعتنا، ونحاول نحفظ السونج علشان نقدر ندرب الولاد ان يبقى التدريس ممتع، ما يكونش مجرد ان احنا بنقول الحاجة وبنسمعها. دلوقتي بقى عايز اعرف the formation of the sound or the formation of the letter، عايزين نعرف مع بعض ازاي نكتب الحرف. يلا بينا. زي ما احنا شايفين بننزل كده from up to down، وبعدين بنعمل سيمي سيركل، نعمل شبه دايرة لان احنا طبعا قافلينها بالواحد اللي احنا كتبناه ده، وبيبقى الكلام دوت. لو انا بكتب lower case، وطبعا الجولي فونكس مركز على lower case اللي هو small letters، هنكتب ما بين دينا السيركل دي اللي هي الدايرة دي ما بين السطرين، وبعدين هننزل الايه الشرطة بتاعتنا برا السطر التالت يعني لتحت. تمام. الشرطة بقى اللي فوق دي، اللي فوق السيركل دي، احنا ممكن نستغنى عنها وما بنلاقيهاش في الكتب. تعالوا نشوفه مرة كمان. تمام، معانا اخر صوت في جروب 1، تعالوا نسمعه مرة تانية. ملاحظين الصوت طالع من الانف، حاجة كده نيزل، يعني بعض الحروف اللي بتطلع صوتها منين؟ من الانف. نسمعه كمان مرة. تعالوا بقى نتعرف على بعض الكلمات اللي هيكون معاها الايه الحرف ده. عندي نت، نت شبكة. كمان عندي نك، نك اللي هي رقبة. طب يا ترى في words قبل كده خدناها فيها الساوند ده؟ في سنيل، سنيل القوقعة. الستوري بتاعتنا بقى، we have a story، عندنا قصة عن الساوند بتاعنا، بتقولي ان كان في ايه a girl and her grandfather are fishing by the pond. اتنين بايه بيصطادوا، البنت وايه وجدها. grandfather has a fishing rod and the girl has a net، هي معاها شبكة بتصطاد بيها وجدها معاها سنارة. suddenly، ونعمل كده ونمثل فجأة ايه اللي حصل، مثل كده للولاد. they hear a loud and nasty noise as a plane flies overhead، نعمل كأن في طيارة كده طايرة فوق دماغهم وبدأت تعمل صوت قوي جدا وايه ومش حلو خالص بالنسبة لهم، يعني صوت صعب. The girl runs around pretending she is a plane، بدأت البنت تجري وتمثل كأنها الطيارة. saying، وبتعمل ايه بقى، بتقول ايه saying. طبعا ده صوت الايه الطيارة. تبقى الاكشن بتاعنا اللي هنعلمه للولاد زي ما احنا شايفين في الصورة، هيفردوا دراعاتهم زي ما انتوا شايفين كده and they pretend to be an aeroplane، يحاولوا يمثلوا ان هم طيارة ويبتدوا يعملوا الصوت القوي بتاع الطيارة making a continuous sound. باقي بقى ان احنا نسمع الاغنية اللي بتحكي نفس القصة، تعالوا نسمعها مع بعض. سامعين الأغنية بتقول إيه؟ hear the aeroplane making lots of noise، يعني اسمع كده صوت الأيروبلين بيعمل making lots of noise، يعني بيعمل صوت قوي جدا وإيه ودوشة كتيرة جدا. خلاص تعالوا بقى نشوف how to form the letter and how to write the letter or the sound. تعالوا نشوف إزاي بنكتبه. شايفين أنا ببدأ مسكة القلم، ما بسيبش القلم لغاية ما بخلص الحرف. نشوفه مرة كمان. نشوفه مرة كمان معايا. شايفين طبعا بين line 2 and line 3، طالما بكتب small letter بكتب حرف صغير، أو بكتب lower case بكتب ما بين السطر التاني والسطر التالت. وبكده تكون خلصت المجموعة الأولى اللي هي كان أصواتها snake a and t tennis ink puff the candles اللي هو بيطفي الشمع، واخر صوت كان معانا ممكن نحفظ معاه اي كلمة زي مثلا net net. ومن هنا اقدر اعمل blending، يعني ادمج الحروف واقدر اكون كلمة، زي مثلا اول كلمة عندي ايه ان ايه ان، سامعين ايه ان ناب، اللي هو واحد كده ياخد ايه ياخد فترة من الايه النوم بسيطة جدا. تعالوا نسمع اللي بعدها. بان
A. Pan. A. Pan. P. E. Pin. P. E. Pin. P. E. Pin. P. E. Pin. Pin. وخدوا بالكم قلت pin لان في حاجة تانية pen. pen ودي كلمة تانية خالص. طبعا pin اللي قدامنا دي يعني دبوس. تعالوا نشوف بعض الكلمات اللي ممكن نعمل blending ليها ونقدر نعلم الولاد يقروا ويكتبوا حتى لو الكلمة ما يعرفوهاش. معايا دلوقتي بقى معايا مجموعة كبيرة جدا اقدر اقراها اقدر اكتبها اقدر امليها للطفل الصغير. تعالوا كده نحاول نقول معايا بعض الكلمات. فهنقول له مثلا ايه نب نب. اوكي هيقدر انه يسمع ويكتب. س ات فيقول س وبعدين ت يبقى ست ست. بعد كده نقول له ت اب ت اب يعني تاب تاب. ات ات بات بات. ات يبقى بيت. ت ات تب. س ات سات. س ات سات. انت انت. بين طبعا دبوس. ا ب ناب. ب ا بان. ب ا بان. ت ا تان. بكده اقدر اعلم الطفل الصغير يقرا كلمات من صوتين او من ثلاث اصوات. وبكده يبقى the six sounds help us to make about 24 words or more. نقدر من الست أصوات نعمل 24 كلمة أو أكتر طبعا بسهولة جدا. فاضل بقى ان احنا نغذي العملية بتاعتنا التعليمية دي بان احنا نعمل games. منخليش الموضوع كده. انا كأم انا كولية امر انا كمدرسة اعمل ايه علشان اقدر اوظف الكلام اللي انا علمته لابني او لبنتي. ممكن اعمل حاجة جميلة قوي. في لعبة حلوة قوي ممكن اجيب له فلاش كاردز بالست اصوات اللي عندي ومثلا يختار اي واحد منهم واول ما يختاره يبص فيه ويقول الصوت بتاعه. او اعكس انا امسكه الكاردز كلها واقوم قايله له مثلا ت ت فهيقوم مطلع لي الساوند. او اقول له مثلا س هيقوم مطلع لي الايه الساوند. ممكن كمان يرسم الصورة بتاعة الس تبقى سنيك ويرسم لي الاكشن بتاعه. انا ممكن اعمل لعبة كمان لو انا معتمدة ان هم عارفين الاكشنز. انا ممكن اعمل الاكشنز لايك مثلا اني احاول ان انا اعمل ان في ants on my arm ants on my arm. فاكرين النمل اللي كان بيمشي على ايدي فهو هيفتكر يقول لي ant. ولو حافظ الاغنية هيقولها كمان. نشغل الاغاني ونلعب مع الولاد دي طريقة حلوة جدا. في طريقة تانية ممكن كمان اعمل له ديكتيشن بان انا اجيب له الساوندز دي متلخبطة وابتدي انطق له ساوند ساوند هو يحطهم بالترتيب لغاية اما هو يقدر يقول الكلمة. على سبيل المثال مثلا هقول له ب فيقوم جايب لي الساوند. اوكي وبعدين ايه هيقوم حاطط لي الساوند بعد الب وبعدين اقول له فيبقى بين. هيقدر ينطق هو بين. وما انا جايبها له البيكتشر وبكده ابقى ربطت الصوره بمعنى الكلمه ولعبنا مع بعض وهو اللي قال الكلام. في العاب كتير جدا ممكن نلعبها بس احنا نشغل مخنا مع الولاد وما يبقاش التعليم تقليدي زي ما اتعلمنا زمان. طيب بالنسبه للابلكيشن بقى عامل لعبتين حلوين قوي تعالوا نشوفهم كده مع بعض. الابلكيشن عامل لعبتين ساوند باس ودي عباره عن ايه practice the sounds by tapping on the beak carrying the sound you hear. يعني الطفل هيلاقي في نحلة موجودة النحلة دي بتنطق صوت معين هو أول ما يسمع الصوت اللي هي بتقوله هيدوس على الايه على نفس الصوت. تعالوا نلعب اللعبة دي ونشوف هتتلعب ازاي. طبعا
سهل جدا ان الطفل بعد ما اتعلم يقدر ان هو يحدد الصوت ويقدر ان هو يدوس عليه ببساطة، وبكده يقدر ياخد سكور. اوكي تعالوا كده نشوف هنلعب اللعبة دي ازاي. وسمع اه بصوا ال اه لما كسرنا قلنا ايه. تمام، في اللعبة اللي فاتت سمعنا بعض الأصوات، منها أصوات إحنا عارفينها وفي أصوات كنا لسه ما خدناهاش، بس هي الفكرة واحدة. تعالوا نشوف بقى اللعبة التانية عبارة عن إيه. وورد باز، هنا بقى النحلة هتقول لنا كلمة كاملة وإحنا هنقدر نسمع الكلمة من خلال الأصوات اللي اتعلمناها وهندوس عليها. يلا نلعب. Pan, 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 set, 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 cat, 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 ten, 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 pen, pen, ten, ten, pat, pat. وبكده يبقوا الأطفال اتعلموا، قروا، كتبوا، وكمان غنوا ولعبوا، ودي تبقى very fun way of teaching. طبعا أكيد دي طريقة جميلة جدا، لا المدرس هيمل ولا الطفل هيمل. Thanks for watching and let me see you with the second group of Jolly Phonics. See you later. Goodbye.